عبد الكريم نورتنا. حقيقة احنا سعداء بك جدا في قناة الرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويعافيك، والله عز وجل قادر، وإن شاء الله يشفيك ويعافيك رب العالمين. المشاهدين يودوا أن يسمعوا منك القرآن، اختر لنا أي آية من آيات ذكر الحكيم وأسمعنا إياها. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.